السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. أنا عارفة اتأخرت عليكم شوية في فيديوهات، بس جيت لكم فيديو جديد النهاردة عن منتجات شهر 10 من أوريفلام. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وهنفتح المنتجات. والشهر ده بصراحة كان فيه عروض كويسة، يعني كان فيه حاجات كويسة حلوة جدا. هنشوفها مع بعض. انا ايه بفتح المفك اللي لقيته بقى. بسم الله. طبعا دي اللي هي الورقة بتاعت المنتجات، ودي المنتجات اللي انا اشتريتها وفر، فممكن ان هو يجيلي في الطلبية. معانا الكريم دوت، وهو كريم اسمه سوفت كريز. كريم دوت كان فيه منه نوعين، نوع بيحافظ على، معلش هو انا الفيديو فصل وفتحته تاني، بيحافظ على الاظافر ونعومة اليد، وفي التاني الواحد تاني اليد فقط. طبعا بمناسبة ان الشتاء داخل، وطبعا صوابعنا وحوالين ضوافرنا كتير طبعا بيتأثر بالتشققات والحاجات ديت، انصح بدوت سوفت كريز. ده حاجة ممتازة جدا، وسعره كان عامل 37، هو كان نازل تقريبا ب50 او 55، يعني مش فاكرة قوي. سعره مناسب وكويس جدا، واتمنى ان انتوا تشتروه. ريحته يعني ريحته فوق الممتاز، ريحته في جوز هند او كافيه، حاجة يعني في الريحة دي. الوزن 100 ملي. في عندنا كمان جبت لا لسه لسمة منه، عايزة اوريه لكم، وهو الايلاينر دوت من مجموعة جورداني. كان عرض بجد ممتاز جدا، الايلاينر من جورداني و البلاشر من جورداني جولد درجة برونزينج. الدرجة دي حلوة جدا، برونزينج برليز. الدرجة دي ممتازة جدا، هنشوفها مع بعض برضو في فيديو. العرض ده كان عامل تقريبا 300 وحاجة بعد الخصم. بعد الخصم تقريبا قفل 300، او كان عامل 380 تقريبا. بعد الخصم بقى عامل 310 حاجة كده، يعني ممتاز جدا. ده طبعا انا مش جايباه لوحدي، هي زميلتي عايزة دوت، وانا هاخد الباودر بتاعت البلاشر لان هي كان نفسي فيها جدا. وهنشوف الفرق ما بينها برضو فيديو تاني، والفرق ما بين الباودر التاني. بس اللي انا جايباها دي يعتبر هي احلى البلاشر الحلو جدا من في نوع تاني، بس بيبقى خفيف وبيض ضاي اخف بكتير. ده طبعا الخط ده اللي في ايدي دوت من الايلانر، ده من امبارح جدا، وزي ما انتم شايفين ما اتمسحش خالص، معني غسلت ايدي كذا مرة. يعني ايه بقى الحاجة الجميلة ديت برضو انا جايباها للشتاء؟ ده زي زبدة كاكاو كده بالظبط، بس هو معمول بفن شوية بنزوان. انا كنت عايزه اشتريه جدا، ونزل بسعر كويس الشهر ده، تقريبا عامل 60 حاجه كده يعني، او 65 على حسب ما اتذكر. ممتاز جدا على فكره، وترطيبه حلو جدا، في منه درجات، وريحته زي ريحه الفراوله. انا جبت الدرجه الغامقه لان الدرجه الغامقه بالنسبه لي هي الانسب. الابيض اللي جواه ده بيبقى عباره عن مرطب، والبره بيبقى اللون، فهو بيبقى منه مرطب ومنه ومنه طبعا بيدي درجه جميله جدا للبشره الشفايف، ممتاز جدا برضو. وفي معانا البرفيوم دوت اللي هو اون ذا ايدج، ده عامله عنه ريفيو عندكم، 50 ملي اوضو تواليت، ممتاز جدا. كان نازل بدل شحن ب 127 جنيه، وكان فيه برفيوم تاني برضو معاه، بس انا
جبت البرفيوم ده، كان فيه برفيوم تاني رجالي بدل شحن، بس انا فضلت ان اجيب الحريمي طبعا. وفي معانا برفيوم، دي كانت نازله انك لو اشتريتي حاجات بسعر 200 جنيه من الكتالوج هتحصلي على جورداني جولد اوريجينال ب ب 200، ب 200 تقريبا او ب 250 حاجه كده يعني، برضو سعرها كويس جدا جدا جدا، 50 مللي. برضو هنعمل يعني هنعرضها برضو في فيديو تاني لوحدي. دي جورداني جولد اوريجينال مش اسينز، الاسينز التانية هنعمل برضو ان شاء الله مقارنة ما بينهم هما الاتنين. في وكاب، وكاب دي جميلة جدا برضو، برفيوم حلوة قوي، ريحتها هي اوضه تواليت، ريحتها حلوة جدا، برضو هنعمل عنها ريفيو ان شاء الله، برضو هتعجبكم. واخر حاجة عندنا وهو اوب ميلز ايفن اوت، اللي هو كريم للوش بيحمي من اشعه الشمس. وفي طبعا نسبه الفاونديشن، هو حجمه صغير بس هو جميل جدا ورائع جدا. واحلى حاجه طبعا في منتجات اوريفلام ان هي دايما بتبقى مغطيه، دي الدرجه الفاتحه اللايت، لان هي يعتبر الدرجه اللايت هي الدرجه اللي هتبقى مناسبه، انا بقول كده يعني، لجميع البشرات اللي هي الفاتحه او القمحيه، لكن الدرجه اللي هي غامقه لا، بيبقى ليها درجه تانية مختلفه عنها. وبس كده. وطبعا بيجي معاها برضو احنا هنعمل عنه ريفيو برضو. وهنا كمان ده بقى اللي هو البروشور بتاع شهر 10، بس طبعا يعني خلاص هو شهر 10 يعتبر اصلا خلص. في حاجة عايزة اقولها لكم برضو، ان بيبقى في من زوان في اللي هو الايلاينر دوت، التجربتي معاه يعني اللي هو الاسمر ده، المنتج الجديد بدل الموف. الموف مش بيثبت خالص وبيتمسح، عشان كده انا ما اشتريتش ده، مع ان الاتنين كانوا عاملين مع بعض 238 جنيه. لو كنت اشتريتي واحد كنت هتاخدي التاني عليه بخصم، بس انا فضلت ان انا اشتري جورداني ومعاها، لان جورداني طبعا منتجاتها معروفة، منتجاتها كويسة جدا والحاجات بتاعتها مش بتتمسح بسرعة. عشان كده انا اشتريت البلاشر كمان، اللي كان بصراحة كان بينزل باسعار جامدة جدا، انا بس بحاول ادور عليه. وفي عرض كمان كانت الماسكارا دي جديده بس انا ما جربتهاش، الاثنين كانوا عاملين يعني انت هتشتري الاثنين ب 398 وهتحصلي على اثنين برضو معاهم، كان يعني يبقى عرض حلو جدا لو في اصحاب او اصدقاء. وكان في هنا برضو عرض ممتاز جدا وهو البرفانتين دول، ده اودو برفان امبير اليكسر، ده حلو جدا برضو جديد، باين عليه شكله حلو يعني، انا ما شمتش ريحته بس باين عليها برفيوم حلو. برضو 50 مللي، الاتنين عاملين 600 جنيه يعتبر. لو هتقسمي انتي وحد من زمايلك، او هي اصلا معروضة جوه هنا ب 300 وحاجة او 400 وحاجة، فبالنسبة للناس اللي بتشتغل طبعا انا ما اشتريتهمش لاني مش بشتغل على شكل كبير يعني، هتنفع جدا الناس اللي بتشتغل، لو هيبيعوا الواحدة ب 300 او حاجة طبعا هم هيستفادوا كتير جدا من الموضوع ده. انا بس بحاول اوريكم دي 300 جنيه، بعد الخصم جبتها تقريبا ب 235 حاجة كده، ريحتها ممتازة جدا يا بنات. وده نفس الكلام برضو، اشتريت حاجة ب 200 جنيه برضو هحصل عليه ب 199. وفي كمان اهي الامبير اللي بقول لكم عليها نازله ب 449، يعني اللي بيشتغلوا في الحاجات دي هيستفادوا كتير جدا جدا من الموضوع ده.
بس انا مش لاقيه كان في برفيوم بقى كنت عايزه اجيبها بس سعرها عالي قوي. برفيوم النجمه دي، النجمه دي تحفه بس مش بتنزل بسعر قليل خالص. ده اللي انا جبته، ده اللي هو الجل، سوري طلع جل استحمام. ده اللي هو الهدية اللي كانت عليه بس للأسف ما جاتش، بس ان شاء الله هتيجي المرة اللي بعديها. دي البرفيوم دي كنت عايزة اشتريها ب199 بس للأسف خلصت ملحقتهاش، بس حجزتها للمرة الجاية هجيب منها 3. حلوة جدا، وعلى فكرة هي ما بتنزلش بالسعر ده خالص، فدي حاجة برضو مميزة ليها. بحاول اني ادور، اهي لقيته تمام. العرض ده ممتاز جدا، يعني هي تشتري القلم 379 جنيه تمام، دي الواحدة ب419 جنيه خلاص. فهنا بيقولك ايه بقى، اشتري حبيبات اللؤلؤ لأحمر الخدود الجرداني جولد وحصولي على محدد العين. فطبعا احنا عملنا ديل انا وواحدة زميلتي، دي اللي انا اشتريتها، ما اشتريتش ديت. دي كرات فيها بتبقى ضعيفة شوية، هي فيها اللون البامبي الفاتح وفيها اللون كده. تكون انتهت الحلقة بتاعتنا النهاردة. المنتجات اللي انا حبيت ان انا اشتريها من اوريفلام في شهر 10. اتمنى تعملوا لايك وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.